خلونا نبدأ بأول خبر لليوم معاكم من وزارة الصحة، واللي دشنت يوم أمس خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد داخل السيارة في 4 مدن. طبعا المدن هي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، أبها. وجددت وزارة الصحة الدعوة للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وإنه نقوم بأخذ هذا اللقاح والتسجيل في صحتي عشان نأخذ المواعيد. يعني الآن من 3 أماكن حول المملكة الآن أصبح يمكن أكثر من 120 مكان لتلقي اللقاح، وكل ما لها بتتسهل أكثر الآن أصبح عن طريق السيارة، وراح يكون في جميع المملكة العربية السعودية، حتى ايضا يعني يكون في نسبه كبيره من الناس يلقحوا عشان نوصل لمرحله عدم انتقال العدوى الجماعيه وهكذا. يعني عشان لازم على الاقل نص السعوديين، يعني 30 بالضبط او اكثر بالضبط 70%، يعني بنتكلم على ان احنا 30 مليون يعني على الاقل ما ادري 25 مليون الكل لازم يتلقح صراحه. طيب